عند المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس يقف أكبر تمثال برونزي في المنطقة العربية يحمل اسم مصر أم الدنيا، ليزين مشروع ساحة مصر السياحية على أرض محافظة بورسعيد. كل المراكب الدنيا اللي بتعدي في قناة السويس وأكثر من 12% من حجم التجارة العالمية اللي بيعدوا، يعني تقريبا من نصف مليون مواطن أجنبي بيعدي في قناة السويس بيشوف تمثال عظمة مصر. وصمم تمثال دكتورة عصام درويش بفلسفة تعبر عن أصالة الهوية المصرية. حاولنا نعبر عن مصر واخترنا شخصية تعبر عن مصر، وكان احتفال قناة حفر قناة السويس هو المصدر الملهم اللي بيعبر عن شعب بورسعيد. ده عبرنا عنه في الجدارية، ارتفاع التمثال حوالي 10 متر، ارتفاع الجدارية حوالي 2.5 متر على 4 جوانب، التمثال كله من القعدة لحوالي 21 متر على قمة التمثال. عبرنا فيه عن ان مصر دايما بتدي للإنسانية، ادت في الماضي وبتدي في الحاضر وحتظل تدي في المستقبل ان شاء الله. ولا تقتصر ساحة مصر على تمثال أم الدنيا، بل تضم مساحات خضراء ونافورة ضخمة. عندنا تصميم المنطقة دي كلها بحيث تبقى أول ما يخشوا السياح الأجانب يقعدوا، هنا في جزء خاص بالعرض الفنون الشعبية، استقبال رسمي بحيث الناس أول ما تيجي بورسعيد أو توصل مصر تحس بقيمة مصر وعراقتها يعني. السعادة كانت بادية على أهالي بورسعيد الذين رحبوا بهذه الساحة المميزة التي تعد جزءا من التطور السياحي بالمحافظة. ساعات الفترة اللي فاتت دي ما كانش فيها أي يعتبر أي مكان مثلا متنزه للناس وكده، فأصبح دلوقتي في كذا مكان دلوقتي ممكن الناس يعني تجيب أولادها وتخرج. حاجة سياحية جميلة ونفتخر بيها. جميلة وحلوة. جميل بسم الله ما شاء الله عليه. وتقام ساحة مصر على مساحة تقدر ب 2100 متر مربع، وهي عبارة عن تطوير حديقة التاريخ ومن أحد مشاريع المشاركة المجتمعية الخالصة، ومن شأنها تطوير الوجه السياحي للمحافظة. إذن نحن إزاء عمل فني مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها ليكون واجهة سياحية على أعلى مستوى للمحافظة، ما يضعها ضمن المدن السياحية. من ساحة مصر ببورسعيد، محمود العزالي، التلفزيون المصري.